نعم. تمريرتي بنجح في الدوري القطري، بنجح يتألق من أسبوع إلى آخر، موجود في فورمة جيدة، نتمنى أن تتواصل فطنته ويتواصل حسه التهديفي والتمريري إلى غاية بداية كأس أمم إفريقيا. تمريرة رأس حربة حقيقي، كيف لو هو الذي استند على جسمه في المرة الأولى، المرة الثانية شوف محمد استند على جسمه بلمسة الأولى لمستين. نعم. بغداد بنجاح منذ أن استدعي إلى المنتخب الوطني رويدا رويدا يسترجع مستواه المعهود. إذا كان بغداد بنجاح أمين يركز إلا على اللعب على كرة القدم راح يكون واحد من أحسن المهاجمين تاعنا، ولكن إذا بدأ يدخل في المناوشات مع الحكام راح يفقد كل التركيز تاعه، ولهذا أنصحنا بغداد بنجاح أن يركز إلا على كرة القدم. نعم. إلى هدف شافعي في الدوري السعودي، شافعي أصبح أكثر مدافع هداف في تاريخ الدوري السعودي، وصل إلى الهدف 16. رقم 16. نعم. تجاوز الزوري هكذا مدافع تاريخي، المدافع اللي كان هداف في الدوري السعودي ب 15 هدف. اليوم فاروق شافعي الموجود في الدوري السعودي أعتقد منذ 7 سنوات اللي لم تخوني الذاكرة، منذ سنة 2016. نعم. لما انتقل إلى الدوري السعودي يلعب منذ 7 سنوات في الدوري السعودي الممتاز، دوري روشن السعودي هذا الموسم، نادي الضمك. نعم. نادي الضمك يلعب رفقة روا والزغبة وبدران في نادي واحد. نعم. أعطينا هدف بدران. نعم، هدف بالرأس بدران اللي كان أساسي في كأس أمم إفريقيا الماضية في كاميرون. بدران ضيعناه على المنتخب الوطني. نعم، منذ متواجد في قائمة الموسعة لكن لا أعتقد بأنه سيكون في قائمة النهائية. يبقى أمر لاعب آخر ما تحدثناش عليه في وسط الميدان، هو عبد القهار زرقان، عبد القهار قادري. طميتهم في زوج، عبد القهار وزرقان. عبد القهار قادري، هل سيكون قادري في القائمة؟ هذا يجيبون عليه. أنا لي يكون هو وبش ما بالك الناس تتحسس الأسماء، وممكن ما كان لاعب أو لاعبين في وسط الميدان. أنا لي رأيي يبقى أفضل من لاعب ولا لاعبين سيتواجدان في كأس أمم إفريقيا القادمة. لا، هنا تبقى بين حتى عوار. اليوم عوار اللي عنده إصابة زاديكتور يقول لك عنده تقريبا 3 أسابيع أو 4 أسابيع غايب. الناس يقول لك ما راحش يكون جاهز بدنيا. نقول ماكو غلطين، إذا كانت عندك راديكتور وأمين يعرفها يقدر يتدرب يحافظ على اللياقة البدنية تاعه، على الجهاز التنفسي ديالو يحافظ عليه، على العضلات تاعه ما يضعفوش. واش نبغي يدير؟ يجري اون ديريكت، يعني ما يدير حتى ما يديرش خط مستقيم، يجري في خط مستقيم منذ 45 دقيقة 50 دقيقة هكذا يحتفظ على الجهاز التنفسي ديالو. وبعد ذلك كاين لي سوان بالطبع، يعني لن يتراجع من الناحية البدنية. لا لا لا، لا مستحيل مستحيل. برك الناس يتكلم، حنا مرضنا لي زاديكتور كنا ندربوا محمد، ما ندربش مع المجموعة. ما يقدرش يسدد لما يكون ما يقدرش يسدد حركة الجاست بريسك، حركة ما يقدرش، ولكن تجري على الخط مستقيم جهاز تنفسي عادي تقدر تحافظ على اللياقة جدا محمد. نعم. بن طالب اختير في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب في الدوري الفرنسي، شيء جميل. بن طالب الحق يقال ليس لأنه جزائري، من أفضل اللاعبين في خط الوسط في الدوري الفرنسي هذا العام، شفناه أمام باريس سان جيرمان، شفناه أمام أندية كبيرة في فرنسا. بن طالب يلعب بدون عقدة ويبلي البلاء الحسن. بن طالب أنا كل دائما أقول لك محمد هذا قائد مجموعة، يعني استمر نوردون دابور. نعم. لما يكون عندك واحد كما بن طالب، اللاعبين الشبان هذو ما تبعنا كلهم لما يشوفوا بن طالب في وسط الميدان يفرحوا. لماذا؟ لأنه قائد مجموعة ما يخافش أولا، وثانيا هو واحد من رئيس تاع المنتخب الوطني. إذا يظهر لي بلي بن طالب واحد يعني مكسب لجمال بالماضي. لما تشوف تواجده مكان مثلا لاعب مثل أوغارتي اللي إسقام البياجي 60 مليون أورو غير متواجد في التشكيلة المثالية مع الذهب، فيتينيا 40 مليون أورو، بينما يتواجد بن طالب اللي كان عاد للفريق المدينة ديالو اللي هو مدينة اللي هو فريق الليل، وقدم نصف موسم في المستوى حتى في المنتخب الوطني. نتمنى إن شاء الله نستفادوا منه بأفضل صورة ممكنة في حال وجوده رفقة بن ناصر أيضا، اللي ممكن أنه اليوم بعد تسارع الأحداث ممكن أنه يكون في القائمة النهائية، وممكن أنه حتى يبدأ كأساسي منذ أول مباراة مع المنتخب الوطني. مثل هناك حالة لا توازن في المصابين واللاعبين الذين يلعبون كثيرا، هناك بعض اللاعبين
وبداية من نبيل بن طالب الذي يقدم مستويات سوء هذا الموسم مع فريقه ليل أو حتى مع المنتخب الوطني، كيف لا والناخب الوطني في غياب بن ناصر كان بحاجة إلى شخصية، ومثل ما تفضل الأخ محمد قاسي سعيد وقال أنه ليدرشيب فوق المستطيل الأخضر، نحن بحاجة إلى بن طالب سواء مع بن ناصر أو حتى لما يكون بن ناصر غايب، لأنه الناخب الوطني لم يعتمد على لاعب ارتكاز، أرى في بن طالب الأوفر حظا والأمثل والأحسن في هذا المنصب. وش حبيت نقول لو روتور دو بن ناصر آمين، لو كان يكون بن ناصر متوفر وكأساسي دونك اسرا اوبليجي دو جوي اون 4 3 3 ما يقدرش يدير دو ريكيبيراتور سور لا ميم لين لي دو غوشي جو بونس با دي ما تيكزيستيش في كره القدم مازال ما شفتهاش لحد الان. ممكن تكون لا مركزيه ايضا، ممكن تكون لا مركزيه اوكي، لكن ممكن انه اكثر لو شيما على الورق هو 4 3 3 اكثر. نعم جيتون سيكون في القائمه اكيد يكون جيتون. نعم ولو انه يلعب كجناح في نادي مات هذا ما قلنا، لكن في المنتخب هنا سان اغيغ الترا اوفنسيف راح يكون لما تلعب على الاجنحه على الاروقه بالنظر كيفاش راح يكون عطال منا لو برومي ماتش تاع لاكوب دافريك كي تحب تلعب لوفنسيف اون يوتيليزون لي دو زاريير فريمون الفوق عندك اي تنوري منا وعندك ايضا كيفن جيتون ناقص دفاعيا. هنا نضيعوا لوصيف اذا كان لا جيتون اكيد يكون في القائمه، ما اعتقد بانه سيبعدها من القائمه حتى لوصيف بعيد. لوصيف في ايفردون هكذا النادي اللي يلعب في رفقه محيوس يلعب كاصبح ولا يلعب كومان انتيريور دروا ولا ميليو تيرارولي. اذا دعونا نتفق على بعض الاسماء. رامي الزروقي راح يكون في القائمه. ميدو يكون في القائمه. سفيان فاغولي يكون يكون هشام بوداوي يكون نعم حسام عوار إذا ارتاح يكون إذا ارتاح يكون 50-50 ولو أنه نقول لك 30 يكون 70 ما يكونش بالنظر إلى التطورات الحاصلة في قضيته مع نادي روما في الأيام الأخيرة. نعم فارس شيبي 100% راح يكون في 200% في القائمة. نعم نبيل بن طالب 100% سيكون في القائمة. قلنا اسماعيل بن ناصر نظن راح يكون اسماعيل بن ناصر. تصريح اللي أدلى به مؤخرا راح يكون إن شاء الله. إذا استعاد الفورما راح يكون. نعم. سينو فايا طوندر جوست أبري لاكان. آدم زرقان أو عبد القهار قادري؟ أنا أشوف آدم زرقان. أنا لي قادري. تالي قادري. ممكن آدم زرقان. آدم زرقان. ممكن قادري. ممكن قادري. هو اللي راح يكون زرقان صح احنا لا 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 الحقيقه هذه هو راح يكون زرقان في القائمه لكن لو تسالني انا نقول لك ندي عبد القهار. نعطيك رايي في الهجوم. في الهجوم اعتقد راح يعتمد على ممكن 6 لاعبين كثار 6 لاعبين في كل منصب، 2 على الجناح الايسر 2 على الجناح الايمن واثنين رأس حربة. بليلي قويري مدام بليلي عاد قويري وبليلي وثلاث رؤوس حربة واثنين على الجهوم اليمنى لهما محرز والناس محمد ستتاكم يدي سبع لاعبين. نعم لهما رياض محرز على الجهة اليمنى. نعم نمشيو بالجهة اليمنى رياض محرز والناس أدم والناس. على الجهة اليسرى قويري بليلي ورؤوس الحربة عمور أبو نجاح سليماني. هذه القائمة أعتقد بنا نقربوا من لا قائمة واضحة قلت لك اللي كانت موضحة كملوا الدفاع راح نديروا محمد كمل الدفاع كملوا الدفاع نديروا القائمة. لا لا حراس المرمى محمد حراس المرمى أعتقد يروحوا أربعة يعني والله من الظلم أيضا أنه مصطفى الزغبا ما يمشيش معه خاصة أنه متمكن في ضربة الجزاء ممكن يعتمد عليه في ضربات الجزاء. لا ايه اصبر نفوتوا البريمير بعد ساعه يعملها. شوف الدفاع عندك ماندي تو جاي لاكس باي ماندي تو جاي بن سبعيني توبا لا وجود بلاي نزع حارس مرمى وزاد دار معاهم بلاي. الجهه اليمنى يكون عطال وجيتون جا اليسرى العروسي وايثنوري هذه اذا ما كانتش مفاجات هذه انا قلت لكم اذا ما كانتش مفاجات عيطوا لي الاسبوع المقبل نجي والله